كل مرأة عاملة بالبيت، فهي لازم تشجع العمال وين ما كانوا جميع أنحاء العالم، وهي لها أكبر دور وهي الفاعل الرئيسي بهذا الشيء. لازم يكون نشيطة مجتهدة وتربي أولادها على احترام العامل شو ما كان نوعه. مرة فيها تعمل تغيير، أول شيء تربي أولادها على عدم التنمر. أنا لما ابني يجي من المدرسة عم يتمسخر على رفيقه بالمدرسة، لازم أعلمه أنه هذا الشيء غلط، أنت معرض للتنمر مثله مثل غيره. والمرأة هي اللي لازم تكون تحتوي كل شيء بالبيت، عرفت كيف؟ إلها أكبر دور وهي الأساس، إلها أكبر دور بالبيت لما تربي أولادها على الأخلاق، على الاحترام، على المبادئ، على النشاط، الاجتهاد، عدم التخاذل، يكون عندن أساس يبنوا عليه. لما يبني البيت يكون أساس منيح فالمجتمع بيكون منيح.